هز زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر المنطقة الشرقية في إيران قرب الحدود الباكستانية. وبحسب التلفزيون الإيراني فإن حصيلة القتلى تزيد على 40 قتيلا. وذكر المركز الإيراني لرصد الزلازل أن الزلزال هو الأقوى منذ 40 عاما. هذا فيما أعلنت منظمة الهلال الأحمر الإيراني أنها تتوقع مصرع عدد قليل من الناس، لأن الزلزال وقع على عمق 95 كيلومترا وضرب منطقة صحراوية شبه خالية من السكان. الزلزال صار بمنطقة بشرق إيران، جنوب شرق إيران، اللي هي على حدود مع باكستان، واللي هي مثل كل منطقة إيران وباكستان وشمال الهند تشهد زلازل قوية كتير. من أول زلازل بالمنطقة هي زلازل اللي بتصير بهديك المنطقة، خاصة بإيران وباكستان، لأنه هيدي حدود صفائح كتير نشطة بتمتد من بالهند، باكستان مثل ما ذكرنا، إيران، توصل حتى لعنا نحن، يعني على تركيا وعلى لبنان وسوريا وفلسطين. هيدي حدود الصفائح، فمطرح اللي بيكون في حدود صفائح، بفسر شو صفائح بالنسبة للجيولوجيين، هني قطع من سطح الأرض عم بيتحركوا، فمطرح القطع اللي بتتلاقى ببعضها بيصير فيها هزات أرضية قوية. فهيدي كلها هيدي حدود صفائح إيران ولبنان وتركيا، هذا خط من حدود الصفائح، يعني هونيك بتركز الحركة الأرض كلها سوا. فجيولوجيا شيء معروف وشيء عادي انه يصير في هزات ارضيه بهيك مناطق، بينما عندنا نحن لبنان وتركيا هن على وضع مشابه لايران، مش نفس الصفيحه. بذكر انه بايران صاير زلازل بقوه اقل، يعني بسنه 2003 صار زلزال منه كثير قوي، قوته تقريبا 6 درجات بس، ولكن عمل شيء 25,000 قتيل. فالقوة الزلزال ما انا عبره تواحد يقول كانه هالزلزال حيكون تاثيره قوي على البشر ولا لا. هو المطرح اللي بيصير فيه زلزال هو اهم، وخاصه الغمق اللي بيصير فيه زلزال. كل ما كان الزلزال غميق كل ما كان قوته التدميريه اقل. الزلزال امتد تأثيراته إلى باكستان، حيث سقط أكثر من 30 قتيلا في منطقة بانجور بإقليم بلوخستان جنوبي باكستان، إضافة إلى تضرر منازل عدة. وفي كبرى مدن البلاد كراتشي سارع كثير من الأشخاص إلى مغادرة المباني مذعورين. الهند ودول الخليج العربي شعرت بالزلزال أيضا، لا سيما الإمارات العربية، حيث جرى إخلاء السكان من بعض الأبنية في إمارة دبي. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق أكثر من 15 كيلومترا.